الاقتصاد الفرنسي سيشهد حالة ركود قصيرة وفق تقرير صادر عن المعهد الفرنسي للإحصاء، وسيبلغ حجم التراجع حوالي 0.2% في الثلث الرابع من العام الحالي، وب 0.1% في الثلث الأول من العام المقبل. وبالتالي فإنه من الصعب وفق المعهد الفرنسي أن تتمكن الحكومة من تحقيق الأرقام التي خططت لها سابقا بنسبة نمو تبلغ 1%.